فما شبهة قوية حدثتني عليها الأخت مباركة بشكل يعني ماهوش واضح يا صدق حقيقة، أن هناك وراء عملية حطان الكاميرا والتصوير التي كشفت جريمة ما فيش حتى نقاش، ويجب أن يتحمل المسؤولية كل الضالعين فيها. واسعى نخرج من النقاش هذا متفهمين فيه باش ما يتحولش كلامي، لكن يبدو أن الحث والكذا وراها منافسة متاع طرف آخر عنده مركز لمارشي تري ريسترا يلزم، وهذا أنا عشته بشكل آخر منذ حوالي 15 عاما في وقت مازال الفيسبوك ماهوش حاجة كبيرة، ولكن تتحل روضة ولا كلاش جديدة بجنب كلاش قديمة ومعروفة وعندها اسمها وعندها سمعتها. الحاجة الأخرى والله في وقت سابق جدا منذ حوالي أشهر إذا كما نقولش عام، لأنه ما يخفاش أنه أنا بيدي عندي معناتها ابن عنده صعوبات نتاع الروتار بسيكوموتور، لو نعرفوا انا وباركا عندنا هالسنسيبيليتي تجاه الابناء اللي يعيشوا صعوبات معينه. الـ 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 النقاش اللي صار اللي نعرفه على الاقل كانت فرحانه برشا بالتقدم اللي احرزته بنتها في المركز هذايا، وثنيت على مولات المركز وثنيت طبيعي اذا كان هي ساتيسفيت عندها حاسه فما نتيجه، وبنتها سامحني نهارت اللي ما تهزش تفكر مره حتى واقعه اضطرت الاخت مباركه باش بنتها ما تمشيش ما نلقاوش كون يهز المركز نسيت شنو هي وحتى اني جات متاخره للمجلس. حكيت لنا كيفاش نهارت اللي ما تمشيش للسونتر هذاك تعمل فيه بحاله في النهار في الدار تتحول. انا الاول معناتها واللي عندهم ابناء من اللي عندهم صعوبات معينه نهارت اللي ما يمشيش للسونتر نتاعها والكليب الكل يتفقد معناتها فهمت. هذا يدل على انهم هما مرتاحين للاداء. طبعا الكاميرا كشفت جريمه وقعت من طرف مربي او مربيات على طفل ولا اثنين ولا ثلاثه، نحب ننبه انه راهي الممارسات هذه نتاع العنف في الوعي نتاع المربين ما عندناش التكوين الكافي حقيقه، وما عندناش العسه الكافيه، وما عندناش احساس بالمسؤوليه الكافي، وهذا يقع حتى على الاطفال الاسوياء في مراكز الاحتضان على خاطر ما عندناش انكار. هذا لا يبرر أنه الناس هذوما ما يتحاسبوش ويتحاسبوا بأقصى درجات أنا ما غير تشنيع وما غير نحطوا الناس كل حمص في زبيب ومع ترك القضاء في أنه يتحرى بعيدا ويحمل كل واحد مسؤولية على الحملات والحملات المضادة.